حتى قبل، يعني كانت هناك تشريعات في الدستور، كان هناك محاولات تشكيل الماده لجنه الماده 140، ولكنها لم تستطع ان تنجز شيء، لان هذا الموضوع حقيقه يخالف منطق الاشياء، يخالف الحقوق، يخالف التوازنات الطبيعيه. الماده هذه وضعت وهي غير قابله للتنفيذ، وانا اعتقد يجب مراجعتها. نعم، ليش وضعت؟ خصوصا الدور الاكبر كان للجانب الكردي والشيعي بكتابه الدستور. يعني طبعا لا نستبعد سوء النيات، انا اعتقد بعض الواضعين لهذه الماده قسم حاولوا ان ياخذوا اكثر من الحق، وقسم منهم وضعوها للتعطيل، ووضعت فيها سقف زمني بنهايه 2007 انتهى، وبعد ذلك دخلنا في عده امم متحده دخلت على الموضوع ومجلس الرئاسه في وقته، انا اعتقد الامور توقفت، ومن الطبيعي الان ان نبحث كيف نتعايش في هذه المناطق وليس ان نختلف او نتنازع حولها. هذا بحديثك، لكن بالاتفاق السياسي المفروض على أساس شكلت الحكومة، حكومة السيد السوداني، أو حتى وإن شكلت مع التحالف الثلاثي، فهو رجوع للتطبيق مادة 140، هذا من شروط الجانب الكردي. لا يوجد أي تقدم في هذا الموضوع، وأنا أعتقد الأمر صعب. ماذا يصير، أي تغيير ديموغرافي؟ يعني طبعا الكرد سيحاولون أن يعني يحققوا شيء، ولكن محافظ كركوك ليش مرة كان ضيفي وتحدث عن موضوع البطاقات السكن تتغير، البطاقات التموينية تتغير، عملية إبعاد العرب، وأيضا بالمقابل السيد خالد الشواني قال لا دي يصير عملية تعريب للمناطق، وأيضا دي يصير تلاعب بها، فالموضوع بعد حيث البحث. هو اختلف الوضع بعد 2014، يعني بعض المناطق كانت تحت سيطرة الكرد، دخل فيها الجيش العراقي. اليوم الاتهامات بلشت تعلى مرة ثانية بين الطرفين. الأمر لم يهدأ حقيقة ولم ينتهي، الكرد لا زال مطالباتهم بكركوك قائمة، والعرب والتركمان يعتقدون أنه التوازن غير موجود ولا بد. شلون يمكن حلها؟ الحل؟ الحل هي التعايش حقيقة، يعني أن تكون كركوك إقليم ويتعايش فيها العرب والكرد والتركمان بطريقة توازن ومصالح مشتركة. ممكن يصير التعايش والاتهام السياسي ما زال قائم بين العرب والكرد، هذا يتهم الآخر بالتعريب وهذا يتهم الآخر بإبعاد العرب واعتقالهم وسجنهم. يعني هو أنا أقول كل الأطراف خالفت القوانين وتجاوزت واستغلت عدم توازن القوى العسكرية في كل المراحل، النتيجة أنه لم يستطع أي طرف أن يحقق ما يريد، والضحية كان هم الشعب، شعب التوازن العربي والكردي يطبق الحكومة، لو الأطراف لازم تجلس على طاولة واحدة، لو تغيير المحافظين بكل مرة بكل المناطق، لو بأي آلية. أنا مثل ما قلت يعني الحل المنطقي هو أقليم كركوك وإجراء انتخابات حقيقية وتدقيق السجلات ومراقبة، بحيث نستطيع أن نثق بالنتائج ويدار الإقليم من قبل الجهات الثلاثة بشكل متوازن.